بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، صدق الله العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام منار يهدي الملحدين. أشارككم الإدانة للقتل الذي تم في ظل الفكر الشيوعي، ولكني في الوقت نفسه لا أستطيع أن أمتنع عن إدانة القتل الذي تم ويتم تحت راية الأديان. يبدو أنك مغرر بك، وقد تم خداعك من الأمويين الدمويين الإلحاديين الشيوعيين، قاتلين البشر، قاتلين الشعوب. فرسالة الأديان رسالة تقارب وسلام، رسالة حياة، رسالة استخلاف في الأرض. كيف رسالة الأديان رسالة سلام؟ هذا موسى عليه السلام نبي الديانة اليهودية قد جازف بحياته وحياة أخيه عليه السلام من أجل إنقاذ الشعوب الإسرائيلية من إجرام الفراعنة الإلحاديين الدمويين، وكانا لا يقبلون حتى بمجرد التعذيب فضلا عن القتل وبقية الجرائم. قال تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه هي ثقافة اليهودية موسى عليه السلام. وهذا عيسى بن مريم عليهما السلام نبي الديانة النصرانية، فقد نذر نفسه لسلامة الناس، فرسالته رسالة حياة بامتياز. قال تعالى: وأبرو الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فكان يحيي الموتى وكان طبيبا للناس وكان يبرأهم من أمراضهم. هذه هي ثقافة نصرانية عيسى عليه السلام. وماذا عن نبيكم نبي الإسلام محمد؟ أما نبي الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء متمما لمكارم الأخلاق ولم يطلب شيئا سوى المودة. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقد جاء نبينا محمد بثقافة إشاعة المودة في المجتمع. ورسالة ديننا وثقافته لم تقف عند هذا، بل استمرت على أيدي أئمتنا عليهم السلام. فهذا الإمام الحسين عليه السلام ينشر ثقافة الإصلاح في الأمة، الإصلاح فيها من الانحراف عن ثقافة المودة التي أسسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأمته. كما ستستمر هذه الرسالة والثقافة إلى عهد إمامنا المهدي عليه السلام، الذي سيجسد سلوكا عمليا ثقافة القسط بعد أن شاعت جرائم الظلم والجور. والإسلام ينشر ثقافة القدوة وثقافة الإسوة وثقافة المثل الأعلى، فهو يثق بمنهجه التربوي الذي أنتج هؤلاء القدوة والإسوة والمثل الأعلى، بينما نظامكم الشيوعي عاجز عن تقديم قدوة لكم، لأن قادتكم دمويون إرهابيون وقواعدكم وجيوشكم كذلك، ونظامكم نفسه إرهابي، فهو قد كتب بأيدي البلاشفة أنفسهم. نظامنا الشيوعي يحث على السلام. إذا كان منظر النظام الشيوعي أنفسهم بلاشفة دمويون ومجرمو حرب، فكيف نثق بتنظيراتهم وكتاباتهم حول النظام الشيوعي؟
بمعنى كيف نثق بالنظام الشيوعي إذا كان صادرا من أشخاص دمويين ومجرمين؟ ويبدو أن منظرو النظام الشيوعي يعانون من انفصام في الشخصية، فهم يكتبون شيئا لكنهم يفعلون في الواقع والسلوك شيئا مخالفا لما يكتبون. والكلام طبعا على فرض قداسة وقدسية وعصمة النظام الشيوعي المنزل من الشاب الأمرد الجعد القطط الوفرة الجالس في خضرة على وجهه نعلان من ذهب. فكيف تريد من الناس الالتحاق بنظام تمت كتابته من قبل أشخاص يعانون من الانفصام؟ فنظامكم الشيوعي الملحد يحث أتباعه وقواعده الشعبية وجيوشه على الإرهاب، ولا يكبح جماح بشفيتهم، بل هو مصدر الإرهاب. فمن هو قدوتكم ومثلكم الأعلى؟ هل هم لينين وستالين الذين مات بسببهما أكثر من 70 مليون إنسان؟ أو قدوتكم زوجة ستالين المنتحرة؟ أو قدوتكم ابنة ستالين الهاربة من نظامكم المقدس؟ راجع نفسك وابحث عن منظومة دينية أخلاقية تضبط بها أفعالك وأقوالك، ولا تكن ملحدا، فكن من أهل الإيمان ودعاة التقارب وثقافة المودة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.